برنامج بصمة يقدم راديو الغد يزور نواحي القرى وداخل الموصل بالحياة الشعبية، يجمع المسؤول بالناس. فإحنا نرحب بكم بالطرفين. اليوم إحنا ببرتلة. مثل ما عودناكم دائماً ببرنامج بصمة نحاول نحل أبرز وأهم مشاكل المواطنين من خلال لقائهم بالمسؤولين بشكل مباشر، وتجمعنا هالمرة كان ببرطلة. وكل يوم نسمع أن هاي التركترات وهاي السيارات يرجعوها من المنطقة والدفايات تبقى داخل القرية. وإن مرت فينا اليوم لظروف الحرب وظروف الطارئة كان عملنا خارج البلد. يعني مناقشة واسعة بين لقاء مباشر بين المواطنين والمسؤولين، وإحنا طبعا نشكر إذاعة الغد على هذه المبادرة ضمن برنامج البصمة للمسؤولين وحضور المواطنين ويكون لقائهم وجها لوجه. بالنسبة للمشاكل تم حل بعض المشاكل يعني من قبل المدراء الموجودين، والمشاكل الأخرى ستناقش مع السيد المحافظ. أغلب المشاكل أو الآراء اللي طرحت كانت حلولها موجودة لدى الدوائر أو لدى المسؤولين اللي حاضرين في الموقع، وهناك قسم منها ترفع إلى بكتب رسمية أو بمطالبات رسمية إلى السيد المحافظ، وقسم منها ترفع إلى الجهات ذات العلاقة كالوزارات والمديريات العامة في بغداد، وقسم منها حتى يرفع إلى السادة أعضاء مجلس النواب، لأن أكو صلاحيات غير موجودة لا للسيد المحافظ ولا للدوائر الموجودة الخدمية في المحافظة. That's a great idea. It was very sitting here today listening to everybody talk. The people felt free to speak their mind and the officials were listening, they were responding. There was a dialogue going on. أزمة السكن خلقت فرد بعض المشاكل بين المكونات اللي داخل مركز ناحية برطلة. المهم ان لحل هاي الازمه لابد، انا كان اكو انه راي سابق انه استحداث ناحيه بازوايا في ارض القلاع اللي تبلغ مساحتها 5000 دونم، علما انه ارض مساحه جغرافيه لناحيه برطله 3900 دونم، فيتكون اكبر من مساحه برطله وتخصص للمكون الشبكي او المكونات التي تسكن أطراف ناحية برطلة أو حتى تنهي هذا الصراع وتحل أزمة السكن. إحنا نناشد الحكومة المحلية وأصحاب القرار في المنطقة والحكومة المركزية تفعيل هذا القرار. تشرفنا اليوم بحضور برنامج بصمة المقام من قبل راديو الغد التي دعت العديد من مدراء الدوائر الخدمية وممثليهم، وتم طرح العديد من المشاكل من قبل المواطنين التي تعاني منها برطلة والقرى التابعة لها، وكانت هناك تعاون واضح من قبل مدراء الدوائر وممثليهم حول إيجاد الحلول الممكنة لهذه المشاكل. شكرا جزيلا لهذه المبادرة القيمة. لقاء جميل ونقل معاناة الأهالي سهل نينوى ومع كان الوجه وجه مباشر مع المسؤولين. تعرف سهل نينوى يعاني كثير من المشاكل، إن كانت خدمية أو إدارية أو صحية، حتى إن كانت من ناحية التربية. فطبعا أرجع وأقول الشكر يعود إلى برنامج بصمة وراديو الغد.